بونجور يا ميتشي بون لاسيرا. ما كنتش غادي ندير هذا الفلوغ وما كنتش اليوم غادي ندير التلفازه، ولكن جاو عندي شي خمسه الدراري صغار قال لي واش اليوم ما غاديش دير لنا الماتش، يعني ما عندهمش فلوس باش يمشيو للقهوه. في اخر دقيقه جبنا الخاميه اللي فيها التلفازه، واخا عندنا مشكل بانت لنا عليها مشه، انا غنوريكم فين حاطه، وحاطه حدا البوطات، وانا نوريكم فين حاطه على البوطات. وحنا في البيسي عندنا جوج دراري اللي عندهم بيسيات، واحد ما كاينش، واحد ما لقيناش هذيك التيبسي ديالو، ولكن دبرنا على بيسي باش يتفرجوا الدراري، واجيو تشوفوا فين درنا اليوم يتفرجوا. شوف ماشي مشكل نتقاتلو، المهم هو كلشي يتفرج. اجيو معايا اجي تشوف فين دايرين هاد فرحوا على الدراري الصغار وكلشي فرحان وكلشي كيتفرج، وبزيرو ديرام كتنسى تماره. الحمد لله اللي جينا في الوقت وجاو عندنا الدراري كون تفرج لتحت شي قهوه ما غاديش يتفرجوا. ودابا غنخليكم مع الاجواء سيروا الهاكرز المهلوك. علي المهلوك صاحبي. ميساجات ديال الدغيا طلعوا قبيله دير عاود لا ديالك تلقى من عارفك مع من كتكونيكتا تتقطع ويا زامبيا طغى الغفله رغم الكونيكسيون ثقيله تشجيعات 90 دقيقه على 90 دقيقه. شوف بلا مازوت بلا ليسانس هيدروجين هادو جيبوها
جيبوها يا لولا جيبوها يا لولا جيبوها يا دري باقا ما فخبارهمش راه سالات ميطه باقا كيغوتو و الدراري الدراري راه سالات ميطه باقا ميطه الثانيه وما كرهوش الماتش ما يساليش ميامي بغينا نشكروا اللعابه وشكروا المدرب وشكروا اي طاقم في المكونات واي واحد كيسهر على ان المنتخب يربح كتفرحوا جميع الطبقات واهم طبقه هي الطبقه الشعبيه والطبقه الفقيره اليوم بلا نعاس اصلا قليل اللي عنده التلفازه هذه في خاطركم